السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أهلا بحضراتكم ولقاء يتجدد. وأما بعد، بدأت أتكلم مع حضراتكم في الفقرة الأولى من برنامج أما بعد عن حب ربنا لخلقه. كتير الموضوع ده شاغل الواحد. ساعات الواحد لو وقع في ضيق يسأل نفسه ويقول اشمعنى أنا؟ هو ربنا مش بيحبني؟ ليه أنا في الضيق ده؟ ليه أنا في الابتلاء ده؟ الفكر ده بيشغل الناس كلها، يعني بيشغلنا كلنا. الحقيقة أن الواحد لما قعد يفكر في الموضوع ده ويشوف العلماء اتكلموا فيه إزاي، لقى أسرار خطيرة جداً، أسرار تخليني وتخليك وتخليكي وتخلينا كلنا نزداد حب في ربنا. قلت العنوان الرئيسي إن ربنا حتى لو في ابتلاء، حتى لو في مشاكل، حتى لو في معاصي، حتى لو في أي حاجة، برضو العنوان الرئيسي ربنا بيحب خلقه. إزاي؟ فقلت شوف العلماء قالوا إيه. أول حاجة، الدليل على إن ربنا بيحب خلقه إن إحنا كبني أدمين إحنا المخلوق الوحيد في خلق ربنا اللي ربنا نفخ فيه من روحه. إحنا بس، ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الأرض والسماء. أنت يا بني آدم، أنت يا بني آدم، أنت المخلوق الوحيد اللي ربنا نفخ فيك من روحه. خد الدليل. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. حلوة دي؟ ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أنا وإنت إحنا يا بني أدمين إحنا الخلق اللي ربنا نفخ فيه من روحه. طب السؤال بشكل تاني، يا أي حد أخطأ والدنيا بقت سودة قدامه، أنا بقولك ما تزعلش، مهما كان عندي من عيوب وأخطاء أنا بشر، بس في الأول وفي الآخر العنوان الرئيسي ربنا نفخ فيك من روحه، فكده ده دليل إنه بيحبك. وإلا هي قدرة ربنا دي لها حد؟ ملهاش حد. كن فيكون. كان ممكن ربنا خلقنا كبني أدمين بشر وما ينفخش فينا من روحه وخلصت الليلة، كن فيكون، انتهت المسألة. لكن عشان ربنا بيحب خلقه نفخ فيك من روحه، دي مش تخليك تحبه. اختصك انت لوحدك يا بني آدم انك ينفخ فيك من روحه. طب شور لي كده على اي حاجة ربنا خلقها ونفخ فيها من روحه، مع ان ربنا خلق كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي نفخ فيها من روحه دي. ايه رأيكم بقى في الدليل ده؟ دي تخليك تحب ربنا لأنه بيحبك أهو.
انا بقدم لك، هو ربنا بيحبك ولا لا؟ بيحبك، بيحبك، او دي ادله قطعيه على انه بيحبك. ادي اول دليل. في ادله تانيه على ان ربنا بيحب خلقه. كرمك، كرمني، ايوه كرمك، كرمك يا بني ادم، كرمنا كلنا. وقال لنا في القران العنوان الرئيسي: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم إلى آخر الآية. إيه رأيكم بقى التكريم ده إزاي؟ خلقك في أحسن صورة، شوف شكل الواحد عامل إزاي. تخيل كده، أسألكوا سؤال عشان تعرف قد إيه ربنا بيحبك، قد إيه إحنا وحشين. والله تزعلوش مني، قد إيه إحنا متنكرين للجميل. تخيلوا لو دماغ الواحد دي، وربنا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ربنا قال كده عشان تعرف إنه بيحبك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كل البشر، كل البشر، عينين، أنف، بق، أذن، شعر بالشكل ده، وفتحة الأنف لازم تبقى لتحت، إيه ده؟ والعين تبقى بالشكل ده، والأذن تبقى بالشكل ده، وتلقط استماع بشكل معين، والإيد تبقى كده، ونمشي على رجلينا. لو كان في إله تاني بقى كان يجي يقول لا لا لا، أنا بقى عايز البشر بتوعي بعين واحدة أو بتلات عيون، أو أعمل لهم اتنين أنف، واحدة قدام واحدة ورا. اشمعنى اتنين عيون واتنين أذن وأنف واحدة بها فتحة؟ طب أنا هخليها أنفين بأربع فتحات مثلا. لو هيبقى في اختلاف، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد، لكن ربنا سبحانه وتعالى واحد، فخلق البشر كلهم بشكل واحد بالصورة اللي انتوا شايفينها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تخيل دماغنا ده، لو دماغنا ده، يا الواحد ساعات بيفكر في الحتة دي بيقول يا قد إيه ربنا بيحبنا وخلانا شكلنا كويس كده بالمنظر ده كده. لو الواحد دماغه مثلا 7 8 10 كيلو، وكل ما يجي ماشي يشيله معاه، يا الله، الله لطيف بعباده، ربنا ده يعني سبحانك رب، ربنا يكرمك يا بني آدم، ويأمر الملائكة تسجد لسيدنا آدم، مش سجود عبادة، سجود تكريم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، سجود تكريم مش سجود عبادة. ليه؟ وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فربنا يقول لسيدنا آدم: يا آدم أنبئهم بأسمائه. كرمك ولا مكرمكش؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلقني في أحسن صورة وأمر الملائكة بالسجود ليا، عمل ايه تاني؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يسخر لك الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي مسخرة لك. ليه؟ ده للتكريم، ده للتكريم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا الله يا الله يا الله على الجمال والروعة. سيدنا النبي قاعد كده، فجأة جنازة يهودي معدية، فيروح واقف فيقولوا له: واقف، ده يهودي يهودي يهودي، ما تقفش ما تقفش. فينظر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أليست نفسا؟ ده تكريم، ده تكريم. لما نيجي نقف
بنكرم النفس اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها، دي نفس بشرية ربنا كرمها. شفتوا قد إيه ربنا بيحبك؟ يقف صلى الله عليه وسلم واقف عند مرور جنازة اليهودي فيقولوا ده يهودي، يقول أليست نفسا؟ ده نفس مكرمة. بعدين تعالوا هنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعت الجيش يجاهد في سبيل الله يقوم يحذرهم من ايه؟ يحذرهم من التمثيل بجثث القتلى، ولا تمثلوا، ما ينفعش، حرام. انت في جهاد، في قتال، بتقاتل، بتجاهد، ومع ذلك اوعى اوعى تعتدي. وربنا سبحانه وتعالى يحط آية في القرآن الدستور بتاعنا كمسلمين يقول لنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، ولا تعتدوا. ويجي الحديث القدسي وربنا يقول فيه ولا تمثلوا بعبادي. على الحب، عرفت ان ربنا بيحبك. انا كده ذكرت حاجتين من الحاجات اللي بتقول ان ربنا بيحبك، ايه هما؟ اول حاجة ان ربنا نفخ فينا من روحه، تاني حاجة ربنا كرمنا وامر الملائكة تسجد لسيدنا ادم، وكرمنا في البر والبحر، وكرمنا وخلقنا في احسن صورة، وكرمنا وحرم الاعتداء علينا، ده كله لأن ربنا بيحب خلقه، وأنا وإنت وحضرتك من خلق ربنا اللي بيحبنا. يا ترى لسه بعيد عن ربنا ولا نحبه كمان وكمان وكمان؟ فقرتي الأولى في الحلقة بتاعت النهاردة انتهت، الفقرة التانية بستضيف فيها الصديق والأخ والعالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد دسوقي عشان يكلمني وأتكلم معاه في نشاط الخير وفي كل أعمال الخير اللي بتقوم بيها مؤسسة نبض الحياة الخيرية. تعالوا نروح لفاصل ونستقبل ضيفي بعد الفاصل. من أول ما بدأت حملة سقيا الماء من مؤسسة نبض الحياة وهي بتلف من محافظة لمحافظة ومن قرية لقرية علشان توفر المية نظيفة لكل محتاج، سواء عن طريق تركيب وصلات المية أو حفر آبار التخزين أو حفر الآبار الارتوازية أو عمل محطات تحلية للمية. وصلات المية اللي وصل عددها ل 2500 وصلة موزعة كالتالي: محافظة الفيوم 1000 وصلة مية، محافظة المنيا 500 وصلة مية، محافظة أسوان 150 وصلة مية، بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 1000 متر، محافظة الغربية 200 وصلة مية، محافظة قنا 200 وصلة مية، الأقصر 300 وصلة مية، مدينة أطفيح بالجيزة 150 وصلة مية، بالإضافة لخط إمداد مياه رئيسي بطول حوالي 600 متر. أما عدد إجمالي الأبار اللي حفرناها فكان 320 بير، منها 240 بير تخزين في محافظة مطروح، وعدد 80 بير ارتوازية بعمق أكثر من 55 متر تحت سطح الأرض. أما في الواحات البحرية فعملنا محطة تحلية مية. وما زالت حملة سقيا الماء من نبض الحياة بتواصل جهودها علشان نوصل لكل محتاج مياه نظيفة وآمنة. للتبرع لمؤسسة نبض الحياة اتصل بنا، يصلك مندوبنا أينما كنت. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم، وأرحب في بداية حلقتي في هذه الفقرة بضيفي وضيفكم فضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد دسوقي. أهلا وسهلا بحضرتك معالي الدكتور. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين الكرام. ربنا يسعدك ويحفظك. اللهم آمين يا رب.
قبل ما أبدأ معاك في الحلقة بتاعت النهاردة ونتكلم في الموضوع بتاعنا، احنا كلنا بنحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أسألك سؤال كده وعايز إجابة بصراحة. تمام. أنت مدعو على مجلس في سيدنا النبي وهتقعد قدامه، هتقول له إيه؟ أسألك مرافقتك في الجنة كما قالها سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. المعجزة الأولى لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. دي المعجزة الأولى. ودي معجزة بلا نزاع. المعجزة الثانية مباشرة العلماء كتير قوي قالوا المعجزة رقم اثنين مجموعة الصحابة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رباهم. ناس كانوا عايشين في الصحراء، ناس كانوا ممكن يحاربوا بعض على جملين أو فرسين بيجروا قصاد بعض، وداحس والغبراء ليست عنا ببعيد. ناس كان عندهم القبلية ونزعة الأنا والحاجات دي كانت عالية قوي، والإغارة وعدم احترام الجوار وأكل حق الضعيف، والحاجات دي كانت زي حاجة سهلة قوي عندهم. إزاي النبي رب المجموعة دي في حوالي 20 سنة عشان يطلع بيهم من المستنقع ده لحد ما يخليهم قادة ويخليهم ملء السمع والبصر والفؤاد؟ ده سؤالي لضيفي الشيخ أحمد. في البداية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أضاءت بك الدنيا يا رسول الله فعشت ممجدة، وغبت يا رسول الله عن الدنيا ولا زلت سيدة. صلى الله عليه وسلم. عليك سلام الله في كل خفقة، فقد ماتت الأسماء إلا محمدة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه صلاة تكشف بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين. وبعد، سؤال فعلا نحن في أمس الحاجة إليه في هذه الأيام، يا ترى ما هو الشيء الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه حتى يحولهم من رعاة للغنم إلى قادة قادوا العالم والأمم، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق؟ في 20 سنة حولهم من رعاة للغنم إلى قادة قادوا العالم والأمم. إيه هو الشيء اللي النبي زرعه فيه؟ سؤال فعلا محتاج ان احنا نطرحه. ليه؟ علشان نعرف الشيء اللي النبي زرعه فيهم، عشان نزرعه احنا فينا، عشان نكون زي الصحابة، عشان نقود العالم زي ما هم قادوا العالم. او مش هنكون زي الصحابة، اضعف الايمان نسير على ضربهم. يا ترى ما هو الشيء الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب اصحابه حتى يكون رجل مثل صهيب الرومي يأتي فقيرا الى مكة، جاي من الرومان من الروم الى مكة ويعيش فيها فقيرا وينمو ماله ويصير من أكبر رجال الأعمال في مكة، حتى أن النبي لما هاجر من مكة إلى المدينة لم تطق نفسه أن يعيش في مكة ورسول الله في المدينة، فقرر أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فحمل كل ثروته على 10 جمال، جمع وخرج الحاجات العينية وحولها المادية وحطهم على 10 جمال. تخيل هو خارج في الطريق، لسه خارج من مكة، قريش وقفت له، وقف أنت رايح فين؟ مش انت اللي تخرج، غيرك يخرج. كان عينهم على ناس معينين، دول ما ينفعش يخرجوا من هنا، منهم صهيب الرومي، لانه لو خرج اقتصاد مكه ايه اللي هيحصل له؟ هيقع. فقالوا انت رايح فين؟ جئتنا صعلوكا لا مال لك، والان تريد ان تخرج بمالك؟ فقال لهم ماذا تريدون؟ تريدون مالي هذا كله؟ تخيل واحد ثروته كلها معاه وبيخيرهم، بيقول لهم تاخدوا مالي كله. لو واحد من المشاهدين طرح عليك هذا السؤال، هل ستترك مفاتيح السيارة وعقد البيت وكل ده وتروح لسيدنا النبي؟ ولو انت قررت ذلك، القرار ده هياخد منك كم يوم؟ لو انت خلاص هتقرر انت تسيبه، صعب جدا، سيب كل ما تملك. صعبة قوي على النفس. انا عاوز المشاهد يستشعر معي هذا المعنى.
كل اللي حوشته في سنين والقصور اللي بنتها والعربيات اللي اشتريتها كل ده ستتركه وهتذهب إلى النبي. كم سيأخذ منك مع هذا القرار؟ شهر، شهرين، ثلاثة؟ سيدنا صهيب الرومي لم يأخذ منه القرار ثانية واحدة، قال لهم هذا مال تريدونه خذوه كله، مش عاوزه. قالوا والناقة التي تركب عليه، قال لهم والناقة التي أركب عليه. يا ترى ما هو الشيء الذي زرعه النبي في قلب هذا الرجل حتى يضحي بكل شيء؟ إنها الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي الشيخ أحمد، يخرج من مكة إلى المدينة وهو على أطراف المدينة، يخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ربح البيع أبا يحيى، يا ربح البيع أبا يحيى، يعني أنت الكسبان، أنت الكسبان. ونزل قوله تعالى ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والصحابة ضربوا أروع الأمثلة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. كان إيه اللي خلى سيدنا أنس بن النضر يروح للنبي في غزوة أحد ويقول والله إني لا أجد رائحة الجنة خلف جبل أحد، ويستشهد في سبيل الله؟ كل ده حب الجنة النبي زرعها في قلوبهم. سيدنا عثمان بن عفان، النبي صلى الله عليه وسلم إيه الدفع اللي خلاه لما النبي يذهب إلى المدينة والصحابة لم يستسيغوا الماء في المدينة، فعلموا بأن هناك بئرا اسمه بئر روما، هو ماء أشبه بماء زمزم. إيه الدفع اللي خلاه يروح يشتري هذا البئر؟ النبي زرع في قلوبهم حب إيه؟ الجنة. فالنبي يقول إيه؟ من يشتري بئر روما وله الجنة، فيقول أنا يا رسول الله. زرع في قلوبهم حب الجنة فضحوا بكل شيء، لا مال معهم يفرق ولا أي شيء في حياة تفرق. ليه؟ عشان عندهم هدف ألا وهو حب الجنة، اللي هو إحنا الآن للأسف بنفتقد هذا الحب يا مولانا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يجهز جيش العسرة، اسم العسرة لأن كان في وقت عسرة فعلا، يقول من يجهز جيش العسرة وله الجنة. وله الجنة دي كله كان بيتصارع، فيجي سيدنا عمر سيدنا عثمان ويقول أنا يا رسول الله اشتريت 300 بعير و1000 دينار، الدينار كان وزنه 4 جرام وربع ذهب، يعني اضرب بقى في 4 جرام 425 400، وشوف قد ايه، وشو يضرب بقى في 900، يعني شوف مبلغ قد ايه، وينفق كل هذا من اجل ماذا؟ الجنة. سيدنا عبد الله بن رواحة في غزوة احد عنده 9 بنات وابنه وولد واحد، سيدنا جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خارج في غزوة احد، فالاثنين خارجين هيسيبوا 9 بنات، فالنبي يقول لهم لا، اعملوا القرعة بينكم انتوا الاثنين، وعشان واحد يقعد مع مين؟ مع التسع بنات. الله. فتقع القرعة في نصيب سيدنا عبد الله بن رواحة. فسيدنا جابر يقول له أنا عاوز أروح يا أبي، يقول له والله إنها الجنة، لو كانت حبيب غيرها لفضلتك عليه. سيدنا عمرو بن الجموح أعرج يعرفش يجري، معرفش يجري، عنده عذر إنه ما يخرجش، ويخرج مع رسول الله من أجل أن ينال الجنة، حب الجنة. وعايز أقول لك بالمناسبة سيدنا عبد الله بن حرام لما استشهد في الغزوة ابن سيدنا جابر يجي يحتضن أباه، خلي بالك أبوه الدماء بتسيل واستشهد في الغزوة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا المشهد، الابن شال أبوه والدماء تسيل منه، النبي يعمل إيه؟ يقول له يا جابر ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك. حينما قال الله له تمنى يا عبدي إيه اللي أنت عاوزه من الدنيا؟ فيقول والله أتمنى أن أرجع إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل في سبيلك. فينزل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، دي الجنة. سيدنا عمرو بن الجموح والصحابة قاعدين، النبي يقول إيه؟ والله إني لأرى عمرو بن الجموح يطأ الجنة بعرجته الآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبث فيهم حب الجنة، دي اللي حرك الصحابة، خلوهم خرجوا كل ما لديهم. هقول لحضرتك حاجة مع الدكتور، وما الذي يجعلنا أنا وأنت وغيرنا من فريق العمل يتحرك من أجل هذا المشروع؟ الناس اللي احنا بنروح لهم دول وصلات المية، انت تعرف كم بقى مشروعنا بقى؟ اي مشروع انت تعرف احد منهم؟ لا، ولا نعرف احد منهم ولا هم يعرفون. ايه الدافع اللي بيخليك تتحرك؟ انها الجنة والله، حب الجنة. اه والله، لما الانسان يسعى من اجل هذا الهدف في حياته يضحي بكل شيء. لكن للاسف حب الدنيا في قلوب الناس في هذه الايام هو اللي خلى الناس تتقاعس، قعد ما خلاش عايز يتحرك، قاعد جنب ماله، قاعد جنب وقته، قاعد جنب راحته، مش عاوز حتى يتعب ولا يغبر قدميه في سبيل الله عز وجل في مشوار ان هو يقضي مصلحه لاخيه. يا اخي ما تجيش هقول لحضرتك حاجه، اقف جنب الناس، احنا كنا معاهم في ابار في بني سويف،
والله الناس في أمس الحاجة إلى كلمة طيبة، حتى الكلمة الطيبة في وجوههم عليهم تسعدهم، حتى لو مش هتساعد بالمال اتحرك من أجل هؤلاء، من أجل يعني أنت مسؤول وعندك كل شيء ومعكش لابد أن تستخدم الوظيفة بتاعتك من أجل الجنة، المالك لابد أن يكون من أجل الجنة، كل حياتك إحنا عايشين ليه في الحياة؟ أجل الجنة ولا من أجل الدنيا؟ الجنة. هختم بهذا مثال للسادة المشاهدين، صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الأول. واحد فتح مطعم كبير جدا جدا مشويات على النيل، واحد دخل بجد ولا هي موقف فعلا عبرة عبرة وممكن يحصل. فتح مطعم كبير مشويات على النيل. طب ما نروح سوا؟ مستحيل. الصحبة إن شاء الله. إن شاء الله. في الجنة ولا في الدنيا؟ في الاثنين، ما جنة الدنيا وجنة الآخرة. حبيبي اسمع. فنعمل إيه؟ الراجل فاتح ومكلف ملايين ملايين، واحد داخل يقول له معلش عاوز طبق سلطة. يقول له يا ابني أنا مكلف الملايين دي عشان تقول لي واحد سلطة؟ أنا عاوز، يقول له أنا عامل فاتح مشويات وكباب، اطلب حاجة من الحاجات اللي أنا فاتحها، ما تهنيش. يقول له أنا عاوز طبق سلطة. أنت مالك؟ بفلوسي. أنا عاوز بفلوسي. مرة اتنين تلاتة أربعة يقول له أنا عاوز بفلوسي هات لي طبق سلطة. فالراجل يقول له يا عم اديهوله خلاص عشان إيه؟ يمشي. بعدها واحد تاني دخل طلب مشويات، قعد علشان إيه؟ يأكل. أول حاجة بتقدم لإيه؟ السلطات. السلطات هو طلبها؟ لا ما طلبش السلطات، بس نزلت له صح ولا لا؟ صح. السلطات دي الدنيا. الله. وصلت؟ الله. من كانت الآخرة همه ايوه اتته الدنيا وهي راغمه، ربنا اداها لك بين رجليك تحت رجليك. الله الله. لكن انت هتجري ورا الدنيا، لن ياتيك الا ما قدر الله لك، الا ما كتب الله، وجعل الله فقره بين عينيك. استغفر الله استغفر الله. اجري ورا الدنيا، لكن حب الجنه لما يزرع في قلب الانسان ثانيه علي الدكتور يتحرك وينتج، والدنيا دي بالنسبه له لا تساوي شيء، سلطات ربنا كده كده هيديها له. والله العظيم جلست مع ناس من اكبر رجال الاعمال، والله قال لي والله لو مسكت التراب هتحول في ايدي ده، ولو بعته هكسب فيه. راجل والله الخمس فروض في جماعه حينما يسمع كلمه الله اكبر ينتفض، وكانه فعلا يعني تخيل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السيده عائشه تقول اذا سمع الاذان انتفض كانه لم يعرفنا. هذا الرجل ارى فيه هذا فعلا، ويده سخاءة بطريقه غير طبيعيه فعلا. اقول الله فعلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من شده عطائه كان يدخل بيته ما لا يجد فيه شيئا، وهو اغنى الاغنياء. خلي بالك للاسف بعض من الدعاء يقول لك النبي كان فقير، النبي لم يكن فقيرا ابدا. صدقت صدقت. فاقول سبحان الله، ابنه لما كلمه قال له بالراحه يعني في اليوم 40 و50 الف جنيه، فقال له اسكتوا محدش يعرف اللي انا 40 و50 دول صدقات يوميا يوميا. قال له محدش يعرف اللي انا بدقه، ومن ذاك عرف. الله الله. ومن عرف اغترف، ومن اغترف اعترف، ومن اعترف ادمن ما عرف. الله. والله انسان هدفه الاساسي حب الجنه، وده اللي النبي زرعه فيهم، فقادوا العالم بعد ان كانوا رعاة للغنم. نريد ان يزرع في قلوبنا حب الجنه. تعالوا بقى نشوف تقرير من التقارير بتاعتنا اللي بتفتح لنا طريق للجنه، وارجع اكمل هذا الحوار الماتع والممتع والشيق مع فضيله العالم الجليل الشيخ احمد زوكي. ماشيين في شوارع البلد بنمر على البيوت ونقابل الناس ونسجل معاهم، يمكن يكون الكلام واحد، يمكن الكلام يكون كله طالع من جوه الناس نفس الحاجة، احنا محتاجين مية، ما عندناش مية، ما عندناش مية، ما عندناش مية. طب ليه بنسجله وليه بنعرضه وليه بنعيده ونزيد في نفس الكلام؟ علشان حضرتك وانت قاعد في البيت، وانت يا امي وانت في البيت تعرفي ان الناس هنا كلها عندها نفس الشكوى، الناس هنا محتاجة وصلة مية. انا ما عنديش ميه ومتعذبه في تيار الميه بصراحه، انا ساعات املى مره من الجامع مره من الجيران وكده. وفي ناس كتيره جيراني ما عندهمش ميه، يمكن انا كنت قدمت على عداد ميه من فتره وحاولت مع الشركه لحد ما وصلت عداد ميه. في غير جيراني كتير ما عندهمش ميه وبيحتاجوا ميه، ساعات بوصل لهم خرطوم وغيرهم وغيره. معيش ان اروح اجيب عداد ب 3000 جنيه.
خد بالك انا المفروض اجيب عداد عشان يبقى رسمي، بس معيش، وانا بشتغل ب 1800 جنيه في الشهر، مش مدخن، مش مكفي، يا دوبك مكفي نفسي بالعافيه، بطبق في الشغل عشان اعيش نفسي. وحضرتك البيت بتاعه؟ حضرتك اللي هو عندك ده البيت بتاعنا بالبوص والكلام ده كله. مش هكلمكم عن المأساة اللي هنا ولا المعاناة اللي هنا ولا صعوبة الوضع فعلا هنا، خلاص حضراتكم بقى عندكم ثقة وعارفين نبض الحياة انها مش هتوصل التبرع الا لحد فعلا محتاجه ويستحق. في ناس قادرة توصل مية وصلت، وفي ناس مش قادرة توصل مية، يعني دخلها محدود ما عندوش الامكانيات ان هو يدخل مية. وانا معايا ست عيال وليه ما اطلع على الله ما بيعش وقت خضرة، والناس دي كلها عارفة حياتي كلها الميه، خد بالك شرب الميه، وبقولك وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني من غير ميه البني ادم ولا حاجه، خد بالك من غير ميه البني ادم ولا اي حاجه خالص. شوف انتوا هنا حاسين قوي بالايه دي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، واكيد بتحافظوا على الميه قوي، يعني شويه الميه اللي انت بتجيبهم بتبقى حريص قوي في استخدامك ليهم كمان. والله حريص جدا، يعني حضرتك لو ابن دخل الحمام وغايب ممكن اضربه عشان الميه، لان حرام اساس الميه دي كلها، خد بالك حرام ده كل الميه ده الكلام ده كله. حصل معاك ان مره احتجت ميه وما عرفتش توصلها؟ حصل معايا قبل كده، حضرتك وصلت ميه، اجار قال لي اوصلك اللي انت عاوزه، جه في يوم طبب عليا الميه خالص، جه في يوم طبب عليا الميه. مش قادر اتكلم، مش هتكلم معاه، بغيت اروح لجاري التاني اتحايل عليه وبعت له ميه خرطوم. واحنا بقى بنتحايل على الناس دي، هو كان بيتحايل على جاره علشان ياخد منه ميه، احنا بنتحايل على الناس دي تدعي لنا، مش عايزين منهم اكتر من كده، بنوصل لهم وصله الميه يقعدوا يدعوا لنا دعوات، نقول لهم ادعوا لنا وادعوا لاهل الخير، وبتحايل على حضراتكم وبقول لكم يلا تعالوا ايديكم في ايدينا، هو مش هيتحايل على جاره تاني، هو خلاص قال لنا واحنا وصلنا له، ودلوقتي دورنا ان احنا نيجي هنا نوصل لهم وصله الميه ونسالهم الدعاء، مش عايزين اكتر من كده. اهلا بحضراتكم. شفنا قد ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه بيربيها في قلوب الصحابه ان هم يحبوا الجنه، وده مش معناه ان هم هيفرطوا في الدنيا ابدا، بالعكس ده عايزهم يتاجروا وعايزهم ينجحوا ويبقوا اغنياء عشان يعملوا المشاريع الحلوه اللي تدخلهم الجنه. لو أنا قاعد مع حضراتكم دلوقت وبتمثل خطى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، وقاعد بين يدي العالم الجليل الشيخ أحمد دسوقي، لا يرفع قدرك، وأقول له هو أنت هتربيني وتربي المشاهد الكريم على حب الجنة إزاي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل ده إزاي؟ يعني انت علمتني دلوقتي انه سيدنا النبي غرس في قلوبهم حب الجنة. جميل طبعا. ازاي؟ سؤال وجيه. يعني بعد ما عرفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم الشيء اللي زرعه داخل قلوبهم حتى قادوا العالم، الا وهي حب الجنة. ازاي؟ النبي كان بيعيشهم اكنهم في الجنة في الحياة، كأن الجنة ملموسة وهم في الحياة الدنيا. ازاي؟ قاعدين في الروضة الشريفة فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حبيبي يا سيدنا، فتلاقي الناس كلها، لو انت في غير ايام كورونا في الحرم النبوي تلاقي الحرم النبوي احيانا بيبقى فاضي، بس الروضة ايه؟ زحمة جدا، والناس قاعدين فيها مبسوطين جدا وحاسين بروحانيات غير طبيعية. ليه؟ عشان المكان ده ايه؟ من الجنة. فالنبي كان بيخلهم يستشعروا الجنة وهم في الدنيا، بيربيهم كده. فموقف اخر، النبي بيمر بجوار جبل أحد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هو مع أصحابه، يقول لهم: أحد جبل من جبال الجنة. شوف بيعلق قلوبهم بإيه؟ الجنة، بالجنة، عشان يحبوا إيه؟ الجبل ده. الله بقى يقول لهم إيه؟ جبل يحبنا ونحبه، بيحب المسلمين وإحنا بنحبه، بيحب المسلمين لأن المسلمين أريقت دماؤهم في هذا المكان، واحنا بنحب جبل احد لانه دافع عن المسلمين في هذه الغزوه، غزوه احد. فالنبي علق قلوب الصحابه بالمحسوسات. ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج فيقول: رايت قصرا جميلا في الجنه، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من قريش. يقول النبي: فظننت ان هذا الرجل هو انا، فقيل لي: انه لعمر بن الخطاب.
فرأيت على باب القصر امرأة تتوضأ، فتذكرت غيرتك يا عمر، فيقول سيدنا عمر: أو عليك أغار يا رسول الله؟ هو منك أغار، أو منك أغار يا رسول الله. فكان بيحسسه بإيه؟ بالجنة. أنت يا عمر ليك قصر في الجنة، فيبقى عنده، فيزرع في قلوبهم حب الجنة بأنها ملموسة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت تاني ويقول لهم إيه؟ الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. قريبة جدا منه. يعني إيه شراك نعله مولانا؟ آه. يعني إيه شراك نعله؟ آه. الحذاء، انا اسف في اللفظ، اللي لابسه، شوف ملتصق بالقدم، ملتصق بالقدم، شوف الجنه اقرب ليك، كان رجليك قريبه من الجنه، من الجنة. اتحرك اتحرك. لما تسمع ان في ناس بيستغيثوا من اجل شربه ماء، الجنه قريبه، خش على طول. الجنه اقرب الى احدكم، شوف النبي كان بيزرع، انت علشان تتصدق النبي يقول لك هتاخد الجنه. الجنه اقرب الى احدكم من شراك ايه؟ نعله. خلاص اتحرك، بس انت خد خطوة لقدام هتلاقي الجنة موجودة. كان يجي يمسك سيدنا ويقول له تعالى يا بلال، انا سمعت دفا عليك، سمعت خطواتك في الجنة. فيعلق قلبه بايه؟ الله يفتح عليك معانا الدكتور. ايه ده؟ تمام. فالنبي كان بيزرع في قلوبهم اكنهم عايشين الجنة. انا عاوز اعيش الجنة. هتقول لي ما هو النبي قال لسيدنا بلال وقال لسيدنا عمر وقال في حاجات في الجنة موجودة احنا بنروح نستشعرها هناك في المدينة بنعيشها. انت لما انت تخرج صدقه وتستشعر في الجنه، ما هو ده استشعار كذلك، اكن سيدنا، اكن النبي قال لسيدنا عمر كذلك وقال لك ذلك. النبي في حديث اخر يقول في الذكر، عشان يشجع الناس في الذكر، يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غرست له نخله في الجنه. في الجنه. فتبتدي انت قاعد شغال، طول ما انت شغال اذكار الجنه بتتبنى، قاعد بيبني لك. وقفت البناء بيقف، البناء بيقف، فانت قاعد شغال. فالنبي يعلق قلبك بين بالجنة. تيجي حديث تاني يقال للقارئ بتاع القرآن، اللي بيقرأ القرآن يقال يقرأ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، ده في الجنة. فيبتدي يعلق قلبه أكنها محسوسة، أكنها ملموسة بين إيده. الصلاة: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، اللي هم السنن، السنن الرواتب، سنن الرواتب. طب ما تيجي نفكر المشاهد بالسنن الرواتب. اتفضل معايا الدكتور. لا لا لا، حضرتك ما ينفع، حضر الماء يا دكتور احمد. الله يرضى عليك. اتفضل يا سيدي. والله يا دكتور 12 ركعه ولا 14؟ 12 اللي ثابتين عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اختلاف 10 او 14. ماشي. بس انا خلينا في ال 12 في المشهور، المشهورين، المشهور 12. اثنين قبل الفجر، اثنين قبل الفجر، قبل الفجر. نعم، اللي هم بعد اذان الفجر وقبل الصلاه، وقبل الصلاه. طب انا صحيت على طول، دخلت على الصلاه وراحوا مني، اعمل ايه؟ قال لك ممكن تصليهم بعد الفجر عادي، لغايه الشروق. الصلاه بعد الفجر مكروهه، مكروه. بس دول النبي صلى الله عليه وسلم من كثره النبي كان بيحافظ عليهم، ما يسقطوش ابدا ابدا. وانت في ناس كتير جدا بتصحى الاقامه على طول، يا دوبك على الملح يتوضى ويخرج يلاقيهم بيصلوا. هل هيصلي ركعتين ويسيب الفريضه؟ ما ينفعش. قال لك لا، تخش على الفريضه وبعد ما تخلص الفريضه تجيب الركعتين. اثنين قبل الفجر. اتنين ما عرفتهمش هم بعد. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. ماشي. 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. 4 قبل الظهر يعني بعد أذان الظهر تصلي 4، وقبل صلاة الظهر، وقبل صلاة الظهر اللي هم سنة الظهر. السنة القبلية، القبلية. 4 ركعات، 4 ركعات و2 بعد صلاة الظهر. استنى بس، ماشي يا دكتور، عمال تحط جوان بسرعة، عايزين نستمتع بالجوان. الأربعة دول بيصليهم إزاي؟ مثنى مثنى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. دكتور احمد، انا اسف. لا تفضل. انت فاكر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ قوي 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 على الاربع ركعات قبل صلاه الظهر؟ صلى الله عليه وسلم. وستنا عائشه تقول له: ما لي اراك تحافظ على هذه الركعات الاربع؟ يرد عليها يقول لها ايه؟ يقول لها: 4 ركعات قبل الظهر تفتح لهن ابواب السماء. الله اكبر، الله اكبر. شفت لحد فين؟ تغير بناء البيت في الجنه كمان. الله الله، ضيف. ارجع بقى، يبقى 2 ايه؟ قبل الفجر واربعه قبل الظهر. 2 في 2، 2 في 2، يبقى كده، يبقى كده 6. 6 و2 بعد الظهر، يبقى كده كام؟ 8. هناخد العصر، مفيش، مفيش فيه سنه رواتب، مفيش فيه سنه، لمن شاء، لمن شاء. ماشي. المغرب 2 بعده، والعشاء 2 بعده. يبقى 2 بعد المغرب، بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، واثنين بعد العشاء. عشان كده عشان الساده المشاهدين ما ينساوش، ما ينسوش. نبتدي بالمغرب، المغرب 2، العشاء 2، الفجر 2، دول اتنينات. بس المغرب والعشاء 2 بعد، الفجر قبل،
والظهر يبقى كده 6 والظهر الواحد واخد 6 يبقى كده كام 12 تصليهم في اليوم يبنى لك بيتا فين في الجنه فالنبي حسسك لكنها ملموسه شفت التقسيم اللي الشيخ احمد عمله تقسيم حلو قوي قال لك مغرب عشاء فجر 6 ركعات 6 ركعات 2 2 2 مغرب وعشاء بعد فجر قبل الظهر لوحده 4 قبل الظهر واثنين بعده 6 يبقى كده 12 ولذلك النبي كان يحافظ على الاربع ركعات اللي قبل الظهر ويقول استن عيشة تفتح لهن ابواب السماء خد بقى الحته الثانيه دي بقى اتفضل يقول صلى الله عليه وسلم اربع ركعات قبل الظهر يعدلن بصلاه السحر الله شفت الله. شفت شفت الحته دي نجدد النوايا يعدلنا صلاه افضل وقت افضل وقت في قيام الليل ايه قبل الفجر اللي هو ايه السحر وقت السحر اللي هو التلت الاخير ايه من الليل فيجي سيدنا النبي يقول لك طب ما تزعلش بقى يا سيدي اللي راحت عليه اللي خد دي كمان يمضي في مكان تاني ما راحتش يبقى كان بيعيشهم فين اكنهم في الجنه واكنها ملموسه لهم نيجي في الصدقه واحد معاه المال فالنبي عاوز يخلي الصدق يخلي المال ده يعيش بيه اكنه عايش في الجنه فالنبي يقول ايه ان في الجنه بابا يقال له باب الصدقه يا حبيبي يدعى منه المتصدقون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن في الجنة باب يقال له باب الصدقة يعيشك إنك في الجنة أكنها ملموسة بإيدك فأنت بتتصدق شيخ أحمد أكنك موجود فين؟ في الجنة فالنبي بيعيشهم بهذه الطريقة شيخ أحمد اتفضل مع الدكتور يعني أي حد هيتصدق معانا أو مع غيرنا سيدخل من باب المتصدقين باب الصدقة؟ باب الصدقة متأكد؟ حديث صحيح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقسم؟ حديث صحيح تقسم؟ بالله تقسم بالله؟ نعم اقسم بالله والله الذي يتصدق إن شاء الله والله اسمه الكريم سيدخله من باب الصدقة والله أكرم من ألا ينفذ ما وعد الله ولا زوال الكون كله عند الله أهون من ألا ينفذ قولا للصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا صدقا صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما ينطق عن الهوى وقال الله عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا وقال ومن أصدق من الله حديثا باب الصدقة باب عظيم جدا من أبواب الجنة قولوا دلوقتي كلكم يا رب اجعلنا من أهل باب الصدقة تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل حوارنا مع ضيف الكريم في اسكندريه قريه اسمها قريه الكرنك كلنا بنعدي عليها كل اللي بيروح اسكندريه بيعدي على عمريه وعلى قريه الكرنك لكن ابدا ولا احنا ولا كل اللي بيشوفونا ولا حتى اهل اسكندريه كان يتخيل ان العمريه او ان قريه الكرنك بالتحديد وضعها بالشكل المأساوي الصعب ده عايز اشوف تفاعلكم وعايز اشوف وجوهكم النيره والطيبه وتيجوا معانا علشان تفرحوا زي احنا ما بنفرح بالمشاريع الجديدة لا ما عنديش عداد مية والجيران اروح اشعد مية من عند الجيران النهاردة في مية تعالى بكرة ما فيش ما اقدرش اديك مية انا ما اقدرش اعيش من غير المية يعني انا يبقى في ريح من مية وراح اشرب من اشرب من الترعة ما اشرب منين احنا نجيبها عندي 5 6 عيال هسقيهم منين عشان اطفوا منين هياكلوا يشربوا منين لو كنا قلنا
قرية الكرنك، وبدأنا نصور على طول بالمشهد ده كان هيجي في بالك الكرنك بتاعت الأقصر، بتاعت الصعيد، البلاد الفقيرة، البلاد البعيدة. ما كنتش هتتخيل أبدا إن في كرنك صعب كده، محتاج قوي كده، وهنا في اسكندرية 50 دقيقة من القاهرة، 30 دقيقة من اسكندرية، هتبقى موجود في قلب العزبة دي وفي قلب القرية دي، وتشوف معاهم قد إيه المعاناة صعبة جدا، كأنك رحت لأفقر مكان في مصر. انت لو اشتغلت يومين ورجعت لك اسبوع تاني مره ما تلاقيش، اضطر امد ايدي لواحد زي حالتك اقول له اديني 50 اديني 100 عبال ما اظبط امور، عبال ما ربنا يسهل حاله ونطلع نشتغل يوميه تاني، يكون ربنا يكون مديون بجدها تاني مرتين. مفيش الناس هنا كلها ظروفها قريبه من ظروفك كده. الناس ياما محتاجه عدادات ميه، مفيش ميه. طب ما وصلتوش لعدادات لحد دلوقتي؟ عشان معيش فلوس المرض اللي انا بشتغل بيه على قد اكلنا وشربنا. محتاج 500 اتصال، مش كتير ومش صعب، ده ممكن 100 اتصال كل اتصال بخمس وصلات حلل الأزمة دي في ساعة زمن، علشان خاطر اجي في المكان ده وامشي من غير ما ابصم واسيب بصمتي، هيبقى صعب جدا عليا وعليكم. لما هتكتب في إيصال التبرع وتتأكد أن مختوم بختم نبض الحياة، وتكتب في إيصال التبرع قرية الكرنك اللي في اسكندرية، تبرعك خلال أيام هيوصل هنا. أهلا بحضراتكم. قبل ما أشوف التقرير كنت بتكلم مع الشيخ أحمد سوقي عن جنة الآخرة. هو عشان أخش جنة الآخرة في جنة قبلها؟ في استشعار لجنة الدنيا، لذلك يقولون من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. يا عم أحمد، الدنيا كلها تعب وقلق، في إيه؟ جنة الدنيا في قلب المؤمن، في راحته. هقول لحضرتك حاجة، مش النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة حبيب. عشان يحسسهم أنهم الجنة يعني ملموسة باليد، وكأنهم يعيشون في الجنة. ودي في الآخرة فعلا، والعلماء كلهم قالك أن هذا المكان سيكون في جنة الآخرة. ولو أنت رحت في الدنيا مش هتستشعر الراحة النفسية فيه، كل الجلال. والله ولو كنت تلبس أقل أنواع الثياب حبيبي، وليس في جيبك شيء من المال أو أي شيء، ستشعر بجنة وسعادة لن تشعر بها في أي مكان آخر. لأن جنة طبعا نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا. هيشت شوقي. اللهم أمين يا رب، نراه قريبا إن شاء الله. أنا عارف إن حضرتك كذلك الصدقة برضه. تفضل دكتور. لا تفضل، أنا بقول يعني أنا كنت أدخل من دي للصدقة. الصدقة كذلك اللي هتدخل جنة الآخرة من بتدعى من باب الصدقة اللي هو فيه الجنة والسعادة، وكذلك ستستشعرها بعد عطائك. أنت تعرف العلماء الجنة كلهم أثبتوا إن هرمون السعادة بيفرز لما تدي. فعلا أنا استمعت إليها من طبيب بشري قال والله العظيم في حاجة موجودة في مخ الإنسان، هذه الغدة بتفرز الهرمونات بيشعر فيها بالسعادة في قمة العطاء. لما يعطي الإنسان بيعطي في أي مجال. عايز تضحك ولا عايز تسعد؟ عايز أي واحدة في الاثنين، تضحك ولا تسعد؟ الاثنين. ما هو السعادة، عايز تضحك، السعادة تكون يأتي معها الضحك. الله. طب تعالوا نشوف تقرير من تقريرنا اللي أختم بيه الحلقة، وأرجع أختم بقى الحوار ده مع ضيفي وضيف حضراتكم، بس هسأله سؤال عشان يجاوب لي عليه بعد التقرير ده. بيقولوا أنتوا بتضحكوا على الناس وبتخدروهم بالكلام عن الجنة، هنتظر الإجابة من حضرتك بعد ما نسمع مع بعض التقرير ده. متبهدلة أنا عن المي وما عنديش عداد مي، وبنشيل وبنطلع من المي. أنا مع يعني كنت رادمة معلية البيت، بنتبهدل وبروح عند الجيران نطلع نجيب المي، وبيقولوا المي بالمطور وكده، طبعا بيبقوا نفسيتهم متغيرة شوية. احنا ما عندناش مية، وعندي البيت كل شوية يخبط على الجيران عايزة مية، اللي بيدي واللي ما بيديش، واللي مش فاضي واللي قافل بيته. أنا عندي عيال صغيرة وعايزة مية. احنا في نبض الحياة دورنا وسألنا ورحنا لشركة المياه اللي في اسكندرية نقول لها في مكان في اسكندرية محتاج وصلات مياه نشتغل فيها، دلونا على المنطقة اللي احنا فيها النهاردة دي.
ظروف الناس هنا بصراحة يمكن أغلب قرية على مستوى القرن على مستوى النهضة بحل. والمية واحد عنده عداد 20 ما عندوش عداد. أدي إحنا جينا في مكان محتاج أعداد هائلة جدا نوصل لها مية. مهما كان عدد الناس كتير مش كتير على ربنا ومش كتير على حضراتكم إن إحنا نلبي رغبة الناس دي في إن إحنا ندخل لهم عدادات المية. هي المية دي كل حاجة، يعني ممكن نصبر على الجوع بس المية لا، المية هي كل شيء في الدنيا لكل حاجة. واللي يديك واللي ما يدكش واللي تروح للجامع والجامع مقفول، كم مية منين إحنا نشرب مية؟ والأطفال الصغيرة اللي معايا بقالي على كده أكتر من سنتين ثلاثة، مش سنة ولا اتنين، بقالي أكتر من سنتين ثلاثة ما عنديش مية ومتبهدلة. أنا تعودت معاكم في نبض الحياة إن أي مكان عهدنا ربنا إن إحنا نقدر نوصل له لازم الخير يكون في المكان ده، وده عهد بيننا وبين ربنا. وعلى فكرة انتوا السبب في العهد ده، زي ما وقفتوا معانا في كل الانجازات اللي فاتت وفرحتوا معانا وفرحتوا الناس وحسيتوا بثمرة المجهود بتاعكم والانفاق بتاعكم، ساعدونا دلوقتي 500 وصلة هنا بسرعة، لان ممكن حد من حضراتكم بيشوفني دلوقتي يتصل ويقول ال 500 عندي، 100 منهم عندي. خليك حريص تتصل بسرعة وتلحق ال 500، لان فعلا المكان هنا محتاج والناس بتدعي كتير جدا جدا جدا، وربنا هيستجيب ويبعت لهم اهل الخير بسرعة. خليك حريص تبقى واحد منهم. اهلا بحضراتكم. سألت حضرتك سؤال قبل التقرير وقلت لك غير المسلمين بيقولوا انتوا كدعاء بتخدروا الناس لما تكلموهم عن الجنة، ايه ردك على الكلام؟ هؤلاء هم الجهلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بحب الصحابة للجنة حل مشاكل كتير جدا في المجتمع. يعني انت لما تحب الجنة بتحل مشاكل في المجتمع، ما بخدرش مشاعر الناس. على سبيل المثال، هل تعلم أن آلاف المؤسسات التي بنيت في العالم الإسلامي لترعى الأيتام ما بنيت إلا من أجل حديث واحد؟ أنا وكافل اليتيم في الجنة إيه؟ كهتين. المؤسسات دي كلها اتبنت ليه؟ عشان ترعى الأيتام، عشان يبقى رفيق النبي في الجنة، عشان خاطر يكون ياخد مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يبقى احنا بنخدر مشاعر الناس، ده بتحل مشاكل المجتمع. لما انت تحب الجنة هتحل مشاكل كتيرة جدا في المجتمع. اقول لحضرتك التقرير اللي كان قبل، يعني قبل الفقرة دي مباشرة، كل الناس بتتبرع علشان خاطر توصل المية للناس اللي ما عندهمش مية. ليه؟ واللي بتبرع ده ما يعرفش اللي رايح له المية، والناس اللي انت جاي لهم المية ما يعرفوش والله مين المؤسسة او اسم المؤسسة احيانا اللي جاب لهم المية. بس انت كلنا بنتحرك ليه؟ عشان خاطر ايه؟ الجنة ايما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق ايه؟ المختوم. انت لما بتتحرك وتدفع وتتبرع عشان خاطر ايه؟ الجنة. يبقى النبي استخدم حب الناس للجنة في حل مشاكل المجتمع. حل بقى المشاكل ولا كانت مشاعر بنخدر بقى الناس؟ خلاص ما تحبش الجنة ولا هتصليش، ما تحبش الجنة ومش هنخدر مشاعر الناس، وشوف بقى شكل المناظر الأيتام واللاجئين والناس المشردين، وشوف بقى حب الناس إلى الجنة هو الذي دفعهم إلى العمل وإلى أسعاد الآخرين. على سبيل المثال أنا جبت لك حاجات يعني إيه مع الآخرين داخل المجتمع نفسه، الأسرة نفسها، الأباء اللي بيعانوا من عقوق الأبناء. لو أنت ربيت ابنك على حب الجنة ما بتخدروش مشاعر أبداً، بالعكس لو ربيت ابنك على حب الجنة عمره ما يعوقك في يوم الأيام. لما ابنك يحب الجنة ويعرف أن النبي بيقول رغم أنفه أي خاب وخسر من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخله الجنة. الله، ده كان تخدير بشري، تخدير البشر. الآباء اللي بيعانوا من فشل أبنائهم في الدراسة، لو أبنائك بيحبوا الجنة هيعرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة. من خدر البشر بالمشاعر حبهم للجنة هيحبوا الجنة. اللي بيفقدوا أبنائهم وأولادهم خلاص، إيه اللي يبرد نار الأب على فراق ابنه؟
اللي لما يلاقي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له هيبقى في بيت في الجنة اسمه بيت الحمد ستجتمعون فيه. نعم. فمش تخدير مشاعر. نعم صدقت. الحوار مع الشيخ أحمد السوقي حوار شيق، لكن كعادة كل الحياة سريعا ما انتهى الوقت. أنا سعدت بالحوار مع حضرتك. أنا أسعد الله وأنا اللي سعدت. سعدت بالحوار مع حضراتكم، أشوفكم في حلقات جاية تانية إن شاء الله، ومشاريع خير تانية بتعملها نبض الحياة. السلام عليكم ورحمة الله.